المرشحين، وذلك لإظهار المرشحين على مستجدات العمل داخل اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى تبديد مخاوف المرشحين من قضية التزوير في الانتخابات. ووضحنا لهم صورة المراقبين والوكلاء وكيف تكون هذه الصورة، كذلك حقوق المراقبين والوكلاء والإعلاميين، بالإضافة إلى توضيح وضع عمل توضيحي للعملية الانتخابية كيف تكون في المجالس البلدية، لأن هناك ثلاث صناديق، هذه الصناديق هي الفئة العامة وفئة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، فتختلف اختلاف كلي عن الانتخابات السابقة أو في الفترة الماضية التي عملتها المفوضية العليا للانتخابات. قمنا اليوم بورشة عمل داخل مدينة بنوليد داخل المعهد الإلكتروني، وأهداف هذه ورشة العمل كيف توضيح المرشح والمنتخب داخل مدينة بنوليد كيف يكون بانتخاب داخل المدينة داخل صندوق الاقتراع. وقمنا بتوضيح المرشحين والوكلاء والمراقبين داخل بلدية بنوليد، وإن شاء الله بالتوفيق، وربي إن شاء الله يوصل كل شخص لمراده. قدمنا ملف للفئة هذه، فتفاجأنا بأن صندوق الانتخاب مخصص لجرح الثوار فقط، فقمنا بسحب الملف واتجهنا بناء على طلبهم اللي هي الفئة العامة اللي هي الخمسة الموجودين. في البداية يعني أي مرشح تختار الجماهير داخل بنوليد أو الناس في مدينة بنوليد أكيد جاي لخدمة أهله يعني وناسه. فالمدينة تعاني من كثير من المشاكل وكثير من الصعوبات بما فيها الملف الأمني، يجب تفعيل الأجهزة الأمنية داخل المدينة.